الحقيقة لسه متحدثين معاكم وبنتحدث معاكم تحديدا عن موضوع التغيرات المناخية لما له من أهمية وتداعيات بتتماشى وتتواكب مع تنظيم مصر لمؤتمر تغيرات المناخ كوب 27. جامعة حلوان شاركت في ورشة عمل، ورشة العمل دي عن تداعيات التغيرات المناخية على التصحر في الأراضي المصرية. الورشة أصدرت عدد من التوصيات الخاصة بتعزيز البحث العلمي لمواجهة التصحر، وكمان أهمية زيادة معدلات التشجير والغطاء النباتي والاستخدام الأمثل للموارد المائية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الورشة من خلال الدكتور خالد القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. بس خليني سعادتك في البداية أصحح معلومة. احنا ورشة أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، دي الورشة الأولى اللي كانت في مقر جامعة حلوان بداخل كلية الاقتصاد المنزلي. صحيح، وده جانب هام جدا من التغيرات المناخية. مع سيادتك أحمد بيه. وبعدها عقدنا ورشة أخرى بالتعاون مع مؤسسة مليون شاب للتكيف المناخي ومكتبة القاهرة الكبرى، هي الورشة كانت تخص التصحر وآثار مختلفة كيفية مواجهة التصحر على التغيرات المناخية. يعني احنا بصدد هنا ورشتي عمل، ورشة خاصة بأثرها على المواد الغذائية والتصحر. بأول ورشة عن أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي. نعم. وبعدها انطلقنا من داخل الكلية إلى عمل عديد من الورشات من ورش العمل خارج الكلية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد النوعي للمناخ وغيرها، وأطلقنا مبادرة. أهم مبادرة هي المبادرات الوطنية لتغير المناخ من داخل الجامعة. نعم. بالتنسيق مع أكثر من. طيب دكتور، عاوزين نتكلم على أهم التوصيات اللي خرجت من الورشتين بقى هنا، سواء كانت الأمن الغذائي أو التصحر. عظيم. هي الأمن الغذائي كان بيتناول محاور عديدة، هو أثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، الإنتاج النباتي. نعم. تناول الآثار المختلفة على الإنتاج الزراعي بأنواع مختلفة من محاصيل حقلية ومن محاصيل بستانية فاكهة وغيرها، محاصيل النبات الطبية وخلافه. نعم. وهذا التغير المناخي سواء كان في درجة حرارة أو رطوبة أو خلافه، إزاي أثر تأثير خطير جدا على الإنتاجية وعلى جودة المحصول. وبدأنا نصل إلى مجموعة من النقاط اتفقنا عليها، تشكيل لجان اسمها لجنة خبراء البيئة. هذه اللجنة بتستقبل المشروعات الخاصة بالإنتاج الزراعي من حيث التكيف، وليس التخفيف حاجة ثانية، التكيف، إزاي ممكن نستنبط سلالات زراعية سواء هذه السلالات في الانتاج في المحاصيل الحقليه او محاصيل الخضر او فاكهه او خلافه مقاومه للتغيرات المناخيه. ايضا استنبطنا اخذنا محور ثاني، المحور الثاني على الانتاج الحيواني بنفس التاثير، لان التغيرات المناخيه لا تؤثر فقط على انتاج النبات، تؤثر على كل مناحي الحياه، على الانتاج الحيواني. وبرضه وصلنا الى لجان متخصصه بتستقبل المشروعات سواء كانت من الجامعات او سواء كانت من المراكز البحثيه او كانت من المؤسسات الوطنيه المختلفه، وهذه ايضا تناقش انتاج سلالات حيوانيه متكيفه مع التغيرات المناخيه تدينا انتاجيه عاليه وجوده عاليه ايضا. طيب يا فندم، يعني بعد الخروج بهذه التوصيات ايه اللي بيحصل بعد كده، وازاي الطلاب بيشاركوا كمان للخروج بهذه التوصيات؟ ازاي الطلاب بيقدروا ان هم يشاركوا في هذه ورش العمل؟ استاذ جمانه، لو هذا العمل عمل منسق تماما مع الجهات الخارجيه خارج الجامعه من مؤسسات مختلفه ومن مراكز بحثيه، احنا زي ما قلت من شويه احنا عملنا لجان خبراء البيئه في كافه التخصصات، اساتذه من كافه الجامعات، بنستقبل مشروعاتنا سواء للطلاب او مشروعات موجوده في المراكز البحثيه، هذه المشروعات اللي تم تجربه بالفعل، يعني مش لسه بس هنعمل هذه المشروعات، لا، هذه المشروعات ولكن محتاجه دعم لكي يتم فيها تطوير او تكراريه. علشان نستقبل الاستمراريه عشان نقدر نكمل كمان. نعم يا فندم. اتفضل. الاستمراريه يا فندم، اجل الاستمراريه. للاستمراريه وكمان عشان نقدر نقدمها في مؤتمر الاطراف كوب 27 ان شاء الله في سبتمبر، في نوفمبر القادم ان شاء الله، من 7 الى 18 نوفمبر باذن الله. لانه طبعا عارفين انه هيبقى ماراثون كبير جدا لجميع دول العالم. اذا لم تكن هذه المشروعات مشروعات ناجحه ونماذج ناجحه لن ينظر اليها، واحنا عارفين طبعا العالم كله النهارده في مشكله كبيره جدا، ازمه اقتصاديه عالميه،
ثلاث أزمات متلاحقة من كورونا ثم تغيرات مناخية مستمرة ثم الحرب روسيا وأوكرانيا المستمرة، فما فيش فلوس هتدفع إلا في مشروعات لها دور هام جدا سواء في التخفيف أو في التكيف. صحيح، ودي يمكن فرصة كبيرة لتقديم مثل هذه المشروعات، مش هقول بقى لمصر بس، للعالم ككل، لالتفاف العالم حوالين هذه المشروعات لما تقدمه من يعني مواجهة للتغيرات المناخية. الدكتور خالد القاضي مستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.